نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم عن حياة الفنانة مديحة سالم. معانا على الهواء الناقد الفني الأستاذ حاتم جمال. صباح الخيرات على حضرتك يا فن. صباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها. صباح الخير. يعني مسيرة فنية طويلة وأعمال سينمائية كتير جدا لسه عايشة كده في ذاكرة كل المشاهدين وعشاق السينما. حابين نعرف من حضرتك كده بداية السبب اللي خلى مديحة سالم تدخل عالم الفن في سن مبكرة وصغيرة. هي مديحة سالم تعتبر بناية الفن المصري في الستينات والسبعينات. دخلت الفن بالصدفة البحتة. كان في قريب ليها اسمه محمود، ده قريب والدتها، يعرف عز الدين ذوالفقار وعيلة ذوالفقار كويس. فمرة كان بيزورهم عز الدين ذوالفقار، فشاف بنوتة صغيرة عندها 14 سنة، فلقى ملامحها تنفع جدا جدا للدخول في عالم الفن، بشقاوتها باسلوبها الرومانسي البسيط. فكلم والدها واقنع والدها ان هو تخليها تمثل، وبالفعل دخلت تمثل وهي عندها 14 سنه، وهي كانت لسه طالبه في كليه البنات، وهي طالبه في كليه البنات دي مدرسه ثانوي في الزمالك. الناس كتيرة جدا بتقول ان هي ما كملتش تعليمها وان هي سابت الثانويه العامه، لا هي كملت تعليمها ودخلت كليه اداب قسم تاريخ، ولكن لم تكمل الكليه، لكن خلص ثانويه عامه، ولكن انشغلت بعد كده بالاعمال الفنيه فاتجهت فيها. مديحه سالم تالقت جامد جدا في الستينات والسبعينات واعتزلت في بدايه الثمانينات. لو بصينا على المسيره الفنيه بتاعتها هنلاقي ان هي قدمت اكثر من 60 عملا. افضل سنه هي مثلت فيها او قدمت اعمال جيده جدا هنلاقي سنه 65 قدمت 6 افلام. ست افلام في السينما كانت الفتره ديت كانت يعني حاجه كويسه جدا، يعني مش سهل ان حد يعمل 6 افلام وهو في سن صغير زي ده. تاني سنه 1963 قدمت 4 افلام، منهم اهم فيلم في حياتها انا بعتبره اللي هو ام العروسه، لان هي في الفيلم ده هو اتعرفت على المخرج فؤاد صلاح الدين، اللي نشأت بينهم قصه حب جامده جدا. هي كانت بترفض من الرجال بعد وفاه والدها، عشان هو كان في يعني كان قاسي عليها، فهي كانت افتكرت ان كل الفنانين او كل الرجاله وحشين، وكانت بتكره الرجاله كلهم. فمن نفورها دوت فؤاد صلاح الدين حبها، بس هو خايف يفاتحها، فوصلت الفنانه تحيه كاريوكا عشان يقنعها بالجواز. مجرد ان هو فاتحها قالت له برحبك جدا جدا جدا، وقالت ماشي موافقه، بس المشكله في والدتها، لان والدتها كانت رافضه تماما ان هي تتجوز حد من وسط الفني، وتقول وان هي الافضل لها تتجوز حد من العيله. تحيه كاريوكا راحت لوالدتها واقنعتها برضك ان هم يتجوزوا، وبالفعل اتجوزوا وعاشوا مع بعض 20 سنه، انجبوا بنت واحده البوسي، وللاسف حصل الطلاق بعد 20 سنه. هي تزوجت شخص اخر، ما عادتش معاه كتير لانه توفى، وسرعان ما عادت مره ثانيه الى المخرج فؤاد صلاح الدين لتستمر الحياه. عظيم. ده بالنسبه للجانب الانساني عندها، ودي حاجه مهمه. لكن لما نيجي بقى نتكلم عن الاعمال الفنيه، حضرتك بتقول ان فيلم ام العروسه ده واحد من اهم الافلام اللي هي مثلت فيها، وهي فعلا كانت يعني بنبنيه الفيلم زي ما بنقول. نقدر نقول انها في اي فيلم كانت بتبقى موجوده كان بيبقى لها، يمكن هي الفيلم ما كانش بيتروج او بيتباع على اسمها، ولكن كانت بتبقى هي واحد من اهم الادوار اللي موجوده في كل فيلم هي بتقدمه. هو احنا عندنا اشكاليه ان دايما عندنا احنا بنبص للبطل المطلق في الفيلم، مش شرط البطل المطلق في الفيلم هو اللي يكون واخد كل حاجات. على فكره في ادوار كتيره جدا كتبت لفنانين دور تاني ودور تالت حققوا نجاح اكتر من الدور الاولاني، وهي كانت نجمه في الادوار التانيه او اللي حوالين البطل. يعني من حوا هي نجمه في حته بتاعت اخت البطله اللي هي لبنى عبد العزيز. لو بصينا على فيلم مهم، طبعا احنا في شهر اكتوبر، وشهر اكتوبر ده شهر الانتصارات، ليها مسلسل اذاعي مهم جدا، ويمكن ده كان جواز مرورها في حاجات كتيره، اسمه داليا المصري. داليا المصري هو الفيلم المسلسل الوحيد او الاذاعي الوحيد اللي هي عملته عن الجاسوسيه، وكان بيعرض بطوله من بطولات الجيش المصري
لما من خلال هي كانت طالعه دور بقى داليا مصريه بنوته من طبق ارستقراطيه، ولما جت القناه تم التأميم ومش عارف ايه حصل عندها حقد داخلي او دفين ضد المجتمع، فاتجهت لعمل في الجاسوسيه لحساب دوله اخرى. جميل. وللاسف في احدى الحروب اخوها، هي بلغت على معلومه وللاسف اخوها استشهد فيه. فمن هنا هو الفيلم المسلسل ده كان عامل سوكسي جامد جدا او عامل نجاح جامد جدا، يعني كان في ابداع في مجال في الاذاعه الدراما الاذاعيه وكمان في السينما والشاشه التلفزيونيه، وكمان ما ننساش فيلمها المهم القضاء في الاسلام كانت عامله كمان دور رائع فيه. بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات الناقد الفني حاتم جمال ومسيره مديحه كامل.